مشاهد إذا تسمحي لي خلينا قبل ما نبدأ نعرف بالمشاهدين. مشاهد طبعا شاهد اللي ما يعرفها مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها أكثر من 1,000,000 بنت من بنات الدرعية عرفت بتصريحاتها المثيرة للجدل في البثوث، والكثير يصفها بأنها أنثى قوية وتحب الحياة وكمان وسعة صدر. هذه أنا أشهد للحين صفات ممتازة. إيه الحمد لله. لا حنا 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 الناس حنا نقول الصدق يعني إن شاء الله ما نجامل إن شاء الله حنا نقول الصدق. الله يوسع صدرك بالعافية. يعني شاهد أنت دائما دخلتي كل بيت للأمانة بفيديوهاتك وعفويتك الحلوة ومقاطعك اللي دائما تنتشر بعفويتك. أول شيء خلينا قبل ما نبدأ نسولف كي أول شيء قهوة ولا شاهي؟ قهوة. قهوة. القهوة الصغيرة. شكراً كنترول يعطيكم العافية أنكم ذكرتوني لأن أنا إنسانة يعني هذه القهوة قهوة استوديو رمضان. إيه يا حبيبي سمي صبتي زينة ولا يبغالي أشتغل عليها؟ لا كويسة زين. طيب لأن دائما يقولوا لي أنت تملين الفنجال يا مها. طيب خلينا نحكي عن رمضان وكيفك مع رمضان والصيام وهذا يعني جدولك ما نحاس ولا تحسين انك انت ماشي على جدولك الاساسي؟ لا اكيد في حوسه مع رمضان، اكيد في حوسه. يعني النوم يتخربط، السهر والوقت يصير ضيق، يعني يا تفطرين وعندك شغله شغلتين يا ما ينفع تجمعين كل يوم عندي شيء. الحين يعني كيف انت قاعده يعني توفقين ما بين شغلك و يعني اللايف ستايل طبعا حقك وسناباتك وبثوثك وهذه الامور والصيام والوقت الضيق اللي كنت قبل والاهل والاهل طبعا اكيد كيف قاعده شوفي هي معاناه جدولك. إيه؟ هي جدا معاناه يعني من اول ما اقوم لين يجي وقت السحور وانا في ضغط متى ارتاح. إيه؟ لين قلت بتسحر. إيه؟ لان خلاص سحوري الساعه انا 12 ما شاء الله عليك والله بدري انا اتسحر بدري. إيه؟ 12 اتسحر عشان من 12 لين وقت الاذان. إيه؟ يا قهوه يا حلا سلام. اي اقعد يعني امخمخ لازم. إيه؟ هذا وقت راحتي الصراحه، بس من يوم ما اصحى لين انام واحنا في ضغط محتوى طبعا تصوير صح. شغل اعلانات اهل. يعني في رمضان انا احبه بس سبحان الله الشغل فيه يتبارك، فمره يعني اجتهد قد ما اقدر في الشهر لا من عباده ولا من شغل. اللي لا صادقه يعني انا بقول لك يعني احنا قد ما نحاول انه احنا نعطي الا ما تحسين انه ما في وقت في رمضان انه الواحد يخلص كل اموره. بس شهد على طاري الحلا وعلى طاري السحور وهذه الامور، يعني اعترفي انت محافظه في رمضان على الدايت ولا الله بالخير زي لا والله للامانه الله بالخير اي شيء نحط في السفره قاعده اكله بس امشي يعني بديت مشي من يومين للامانه وعجبني الوضع. بعد الفطور بساعه اروح امشي ساعه. حلو. إيه؟ تمشين في الهواء الطلق مو امشي؟ إيه؟ بس انه يعني مره مريح. اي طبعا انا لازم اتعود اكل حلا شوي وامشي شوي. اي ماني ملتزمه بس لما جربتها اليومين إيه؟ فرقت انا ارتحت فاعتمدت المشي.